انا مش هغير من منى ولا هغير من عادل امام، انا ما بغيرش من عادل امام. بس كنت بتغير من احمد زكي. ولا احمد زكي بغير من تلميذي. لا كنت بتغير من احمد خالص. زكي لا كان دايما في مقارنه كده ما بين نور الشريف مقارنة واحمد زكي. لا بس مش غيره، لان انا طب اقول لك حاجه، انا هقول رايي ودايما كنت بقوله ان كل اللي عمله احمد الف رحمه ليه اقل من موهبته. تصدقي دي؟ يعني احمد زكي مش ناصر والسلام. طب لا عادل امام لا اجره اعلى اجر وكده يعني. بصي انا ده معروف قد ايه انا صريح، انا النهارده ليا حوار ما شاء الله يعني انا عارف ليه حوار منشور. انا اشتغلت مع عادل وكتبت بعدين، في حين اول افلام انا كان اسمي بيتكتب قبل عادل. دي قاعده في عالم الاحتراف، اللي اجره اكبر يتكتب الاول، لازم مع احترام الاجيال الكبيره. لو بجيب استاذ كبير جنبي لازم احطه بشكل محترم يعني فاهماني. فدي ما انا فعلا ما بغيرش فعلا. ونصيحه بقولها لكل الولاد الجداد، اوعى تلعب في ملعب غيرك. يعني عادل امام ربنا يزيده ناجح قوي لانه كوميديان. طب انا ما املكش قدره الكوميديان، بس املك قدره التمثيل باللغه العربيه بشكل ما فيش زميل ليه يقدر يعمله. انا سامع يا استاذ عادل؟ عندي تميز ثاني. لا ده هو يعني انت يعني بتقول له انت احسن مني في حاجه بس انا احسن منك في حاجه ثانيه. مؤكد يعني عندي تميز. يعني عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، المصير، اوكي ده نعمه ربنا مديها لي ومجهود مني في الدراسه. اني اقدر اعمل اعمال زملاء لي اعزاء اكثر نجاحا واكثر اجرا ما يعملوهاش. فاما يكون عندي هذه القناعه انا ما بغيرش ما بحقدش، ربنا يوفق الجميع. وعندي قناعه ثانيه، اني ما يتبقى هو الابداع الحقيقي. يعني مع مرور الزمن، يعني اسماعيل ياسين عمل 400 فيلم. نتذكر افلامه مع فطين عبد الوهاب. نجيب الريحاني عمل 9 افلام نتذكر 7. تخيلي. يعني نجيب الريحاني عمل 9 افلام بس بنتذكر 7 علامات هامه. 9 بس نجيب الريحاني. هو عمل مسرح كتير. بعكس اسماعيل ياسين 400 فيلم هنفتكر 7.